مرحبا بك. هذه اللي تمثل 10 سنوات الأخيرة وأكبر نسبة شهدتها ولاية شلف في سنة 2020 وهذه السنة خلص الهواء المشاركة الواسعة اللي تفضلوا بها طبعا شركائنا الأعزاء اللي هو طبعا الهلال الأحمر الجزائري، المجلس الأعلى للشباب، السيد المدير العام للغابات، المدير العام للحمية المدنية، السيد المدير العام، وكذلك المرصد الوطني للمجتمع المدني. ونشوف باللي والحمد لله يعني كانت مشاركة حقيقية ومشاركة فعالة ومشاركة ملموسة، ونحن نتألم حينما نسمع رقم أنه في سنة 2020 أعتقد 2000 هكتار ضرت في هذه المنطقة هذه. إذن احنا مطلوب إذا كان فقدنا 2000 هكتار لازم نغرسوا 4000 أو ضعف 4000، لأنه نحن في سباق كذلك ضد بعض الأمور اللي ما نتمنوهاش تكون، وهو احتلال واستغلال الغابة بطريقة غير مدروسة وغير شرعية وتهلكنا الإيكوسيستم تاعنا، وبالتالي العملية عملية ناجحة. نتوجه بالشكر لكل الإخوة والأخوات من شباب، شبان، جمعيات، المواطنين، الأسلاك المختلفة الأمنية، كل الأسلاك بدون استثناء شاركوا في هذه العملية، كما كانوا كذلك شاركونا في إطفاء الحريق تاع اللي صرا للأسف الشديد في تنس. نتمنى أن نحافظ على غابتنا، والمحافظة الأحسن هي الوقاية من الحرائق وكذلك إعادة غرس الأماكن المتضررة. نحن مصرين على مواصلة العملية إن شاء الله. إذا كان فقدنا 2000 قطار نعاود نغرسوا 5000 او 6000 قطار ان شاء الله. وبارك الله فيكم جميعا على المشاركه. وتوجه اذا مره اخرى بشكر جزيل لشركائنا اللي كانوا معنا حاضرين من الصباح، يعني كانوا ربما بصراحه سبقونا في الميدان. تلبية لدعوة السيد ولي ولاية شلف، وكالعادة الهلال الأحمر الجزائري كما تواجد في ولاية شلف إبان الحرائق وكان عون للسلطات المحلية وعون للحماية المدنية. اليوم نشارك في عملية إعادة تشجير هذه الغابات التي فقدت الولاية اللي تعد بألاف الكيلومترات من 2020 إلى غاية 2022. الهلال الأحمر الجزائري وفقت أعوان الحماية المدنية ووفقت جميع الأسلاك الأمنية ووفقت السلطات المحلية للولاية يقوم بتقديم يد المساعدة للسلطات المحلية من أجل إعادة تشجير المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت هذا الشعار اللي هو أبناء شلف يعيدون تشجير ولاية شلف، شعار اللي يلم كل أطياف المجتمع الجزائري مكونة في المجتمع المدني ومختلف الأسلاك الأمنية
والسلطات المدنية المحلية نجتمع اليوم لنشهد يوم خليني نقولوا عظيم، ولا أكون مبالغا حينما أقول يوم عظيم. علاش؟ لأنه أنك تحرق غابة صحيح مأساة، لكن أنه الشعب يتحلى بهذا الإصرار على إعادة غرس الغابة هو غرس للأمل في جزائر الأمل بحول الله تعالى وقوته. هذا الجمهور الكبير الذي يحضر معنا من أبناء شلف من شبابها وبناتها وشاباتها مختلف هيئات المجتمع المدني هو دلالة بأن الجزائريين مصرون على أن تبقى بلادهم نوارة بحول الله تعالى وقوته. نشكر السلطات المحلية اليوم اللي دعتنا للمساهمة في هذا غرس هذا القيمة. أنا الشجرة بالنسبة لي أكبر من المعنى المادي الذي نغرسه، لكن فيه معنى معنوي نغرسه أكثر، هو غرس الأمل، غرس قيمة بناء الوطن. فنتفق إن شاء الله السيد الوالي والسلطات المحلية، وهذه البداية إن شاء الله راهي مستمرة العملية في كل ولايات التراب الوطني، ونشكر هذه المبادرة وبارك الله فيكم. استجابت بلدية بوقادير ومجتمع المدني الهلال الأحمر متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وهيئات المجتمع المدني إلى حملة تشجير للأماكن التي تعرضت بالحرائق في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله تعود الغابات تاعنا كما كانت وأحسن إن شاء الله. بارك. أنا دكتور